500 جنيه غير الكهرباء والميه، واتاخرت في الايجار بسبب اجراء عمليه زوجتي. والله والله عايز فرصه عمل انا من اول رمضان. حاضر، هنكلمك يا ايهاب لو نقدر نوفر لك كمشروع صغير هنوفره لك، وهيكلموك بعد الهواء على طول. انا محمد اللي بعت لحضرتك يوم الخميس بخصوص الكهرباء اللي عندي. الاقساط والله المشكله بتكبر، والبنك هيتخذ اجراءات. هنكلمك حاضر تاني يا محمد، نشوف احنا هنشوف الموضوع وصل ليه. حاضر. محتاجه مشروع موظفات، معاش جوزي 600 جنيه ولا يكفيني. هنكلم حضرتك ونشوف ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ممكن نسهل ازاي ونوفر لك المشروع ان شاء الله باذن الله. خلينا برضو نشوف المكالمات التليفونيه اللي جات لنا ومسجله عندنا على الانسر ماشين. السلام عليكم، انا عبير. انا بعت رساله قبل كده، انا عايزه مشروع لوالدتي او يبقى لها دخل ثابت. والدتي مش قادره تشتغل وعندها انضراب غضروفي، وبعدين قاعده في ايجار غالي، وصاحبه البيت غلت الايجار، وهي كل معاشها 300 جنيه. انا بجد محتاجه يبقى لها مشروع او اي دخل ثابت. ارجوكم اي حد يتصل عليا. طيب حاضر، احنا هنحاول نكلمها دلوقتي بعد اذنك دكتور. نكلمها. يا رب يكرمك.
كفايه برك بامك انك انت بتفضليها عن نفسك. تعبت يا استاذ عمرو كتير، تعبت ومن زمان وهي شقيانه علينا، حتى والدي لما كانت لسه معايا ما كانش بيهتم بيها قدها، وهي اللي كانت بتشتغل. ربنا يبارك فيها ويخليها لك يا رب ان شاء الله باذن الله. هنعمل لها المشروع وهنتواصل معاك انت دلوقتي على طول بعد الهوا، وان شاء الله هنعمل لك المشروع. انتوا منين يا استاذ عبير؟ انا متجوزه قاعده في القاهره وهي قاعده في الغربيه. الغربيه هنعمل لها مشروع في الغربيه ان شاء الله باذن الله، واحنا بنحب اهل الغربيه كلهم ان شاء الله باذن الله. حاضر، انا الاثنين اعتبر الموضوع ان شاء الله باذن الله منتهي ان شاء الله.